ما عرفتش كيفاش غادي نسميوها. مولات الحليب، سموه مولات الحليب. هاك شي تشد فيرمير هو رسام هولندي ديال القرن 17، رسم 35 لوحة في حياته كامل. واليوم غادي نهضروا على مولات الحليب وعلاش هذا الطابلو زوين. اول حاجه هي ان هذه اللوحه هي اللوحه الوحيده اللي رسمها فيرمير، ما رسمش فيها شخصيه ارستقراطيه، يعني اول مره غادي يرسم انسان درويش ولد الشعب. بيان سيغ غادي انسانه درويشه خدامه في الكوزينه وكتكب في الحليب، الا تمعنا مزيان في الطابلو كنحسوا بواحد السكون لدرجه اننا نقدروا نسمعوا الصوت ديال الحليب وهو كيتكب. ولقاش هي بنت درويشه وخدامه في الكوزينه، الحيط اللي وراها عريان ما فيه لا طابلوات لا زواقات، ولكن واخا الحيط عريان وخاوي فيه الاثار ديال الزمان. ها مسمار من هنا، ها تقشيره ديال الصباغه من هنا. زعما فيرمير ما يقدرش يرسم الخوا الخاوي، الخوا ديالو حتى هو عامر، الوجه ديالها ضرب فيه واحد الضوء طبيعي جاي من هذاك الشرجم الكبير. وهذه تقنيه اللي باقي تقدروا تستعملوها اليوم في التصاور ديالكم في انستغرام. الا بغيتي الضوء يكون زوين استعمل شي شرجم حداك. ارانا دابا السؤال اللي نقدروا نطرحوه هو هاد السيده بين مركزه في الخدمه ديالها، ولكن في نفس الوقت كنحسوا بها باللي كتفكر في شي حاجه. دابا عاد غادي نلبسوا القبعه ديال الانسبكتور ونشوفوا هاد فيرمير واش خلى لينا دي زانديس في هاد الطابلو. كاين واحد بواطه في الارض، هذاك الجهاز كانوا كيستعملوا باش يسخنوا به الرجلين، جهاز عادي، ولكن ديك الوقت كان عنده واحد الايحاءات شويه جنسيه، يعني تيقولوا هذاك الجهاز ماشي عا كيسخن الرجلين، كيسخن حتى المعنويه ديال بنادم. اذا فيرمير تيخلينا حنا نحكمه ونفهمه اللي بغينا نفهمه، وكل واحد ونيته. حدا هذيك البواطه كنشوفوا الجليج ديال البلينتا، الا قربنا مزيان غادي يبان لينا كوبيدا، الاله اليوناني ديال الحب، معروف بالصفه ديالو ديال الطفل عنده جوج جناح ودائما هز معاه القوس والنبل. الا مشيت قاصك بالنبله مشيتي فيها معلم. الجليجه اللي حداها فيها واحد الراجل شاد الطريق. اجي ياك ما هاد السيده مزعوطه وكتفكر في هاد الراجل، هاد السؤال ما تقدروا تجاوبوا عليه غير انت ولا انتي الا سمعتو مزيان في هاد الطابلو.